ناس كثيرة تضررت أكيد مثل ما شفنا في التقرير، كيف يقدرون هم يحصلون على هذا التعويض؟ كيف يثبتون حالة هذا الضرر؟ هني راح نواجه احنا مشكلة بهالموضوع. يمكن للأسف قاعد نشوف كثير من الأشخاص قاعد يحاولون يدغدغون مشاعر الناس اللي تعرضت حق هالمشكلة، وأنا آسف إني أقول هالكلام، وبعض الأشخاص بدون تسمية بدأ يستغل الموضوع هذا لمصالح الشخصية. تقصد محامين؟ أنا ما أقصد أحد بصفة عامة. منو الأشخاص؟ لا تدخلني بلوهية مع الشباب من غير شيء مشاكل. خل أقول لك شيء، لما نتكلم عن تعويض كقضية أمامنا خيارين، إما أن نقول الدولة راح تعوض جزافا، أي واحد يبي فلوس تعال شيل وامش، أنت اليوم بيتك ما تضرر، بيتي أنا غرق، والله أنا أقول والله أثاثي راح، أنا أثاثي جايبة من برا، الثاني شاري، ما في، شنو المعيار؟ أنت راح تأخذ 100,000 والثاني يأخذ 10,000. إما أن تترك تقديرية للموظفين، وهذا فيه إهدار للمال العام. صحيح. أنا آسف أني أقول هالكلام، لكن لا، إحنا نبي شيء نبي واقعي، نقول واقعي، شخص تضرر. لما نتكلم كدولة قانون ومؤسسات، ما هو أساس التعويض؟ أني أنا أسحب من خزينة الدولة من المال العام وعوض هالشخص، إما أن يكون بحكم قضائي أو منحة. المنحة ما لها معيار. أنا لما جاي بعطيك أنا من جيبي فلوس، هذا أمر عادي، لكن دام المال العام يجب أن يكون وفق حكم قضائي. يقول لك مثل هالحالات، والكثير من الناس قاعد تتكلم بحالة الضرر، اثبت حالة. شلون يثبت الحالة؟ وين؟ تروح المخفر. حلو. المخفر أساساً ما في دوريات. اي. الحالة عشان تثبتها إما أن تتفاقم، كثير من الناس قاعد يحاول ينقذ ما يمكن إنقاذه. إحنا قاعد نشوف على الهواء استرسل. فأنت لما لكن قاعد نشوف إحنا الشوارع اللي مكسرة، اللي كسرت سيارات العالم. شوارع خفقت، ها خفقت نص متر تقريبا في مدينة صباح. نعم. ومدينة جديدة، شوارع يعني جديدة خفقت، وسيارات تحطمت نهائيا. بيوت راح تشوفون بالفيديو، وهذه طبعا شوارع التصوير ترى من ناس أنا أعرفهم شخصيا، يعني ما هي يقول لك بالخفجي مدري وين بالأردن، لا بالكويت. هذا شفته، هذا بيت واحد من ربع وهم صور لي إياه. شوفوا الخفقة، دش الماي داخل بيته من تحت الساسة، شلون ما تدري. هذه من اللي يعوضهم؟ وزارة الأشغال ولا الدولة؟ خل أقول لك شغلة، أنا الحين قدامك وأنا محامي قدام كل الناس، أنا بيتي دش فيه الماي، ما سويت إثبات حالة. إيه؟ أمر غير مجزي، بسوي إثبات حالة. إما أن أكون أمامي خيارين، أروح أنا أدور دورية وهي أسوي إثبات الحالة، لازم تكون الحالة موجودة عشان أثبتها بنفس الوقت. بنفس الوقت هذا إثبات الحالة. إيه؟ هذا واحد. بعد يومين بعد يومين إيه؟ شو اللي يمنعك انت الحين انك تفتعل اثبات الحاله؟ القانون، انت قاعد تتكلم في ناس راح تتحايل على القانون. اذا فتحت المجال ما راح تخلص. هذا واحد. الكارثه اللي احنا قاعد نواجهها اليوم للاسف، احنا مو موضوع الشارع جامع كسرت السياره او سياره غرقت، احنا قاعد نتكلم عن مصيبه احنا قاعد نمر فيها. السؤال اليوم، الدوله عوضت المواطنين بمليار دينار. شو اللي يمنع بعد شهر تنزل امطار ثانيه بتعوضنا مره ثانيه ومره ثالثه؟ يعني تقول ان الموضوع معلق، يعني معلق. ما في حل، يعني ما في من برنامجكم اليوم حل بسيط. في حل، وهذا بيد الحكومه. شنو الحل؟ اما ان تتخاذل الحكومه اليوم او تتخذ موقف. من اللي نفذ هالمشاريع؟ يا ان الحكومه نفذتها مباشره ممثله بوزاره الاشغال او عن طريق مقاولين باشراف وزاره الاشغال. مثل هالحاله بكل دول العالم الا احنا، ما ادري ليش يروحوا يمسكون المقاول. كل ها؟ دول العالم. احنا قاعد نتكلم مقاول، مو يعني عامل شركات ضخمه اللي قاعد تمسك مشاريع البنيه التحتيه، انت قاعد تتكلم عن شركات عملاقه. كل دول العالم تحاسب المقاولين الا احنا ما نحاسب. انا محامي صار لي 20 سنه بهالمهنه، ما عمري مر علي مقاول مع الدوله تحاسب. يكونوا من خارج الكويت؟ طبعا في من خارج الكويت ومن داخل الكويت. معناته اللي راح ذهب ولا ما يعرف. ما في ذهب ولا راح، هو مسؤول، هو مسؤول يتحاسب. والوزاره اذا في اهمال من وزاره الاشغال بالرقابه، لانه باشراف وزاره الاشغال، يتحاسب. حتى لو قدم استقالته يتقدم للمحاسبه. هذا استيلاء على المال العام. انت قاعد تتكلم عن ارواح ناس ماتت. اليوم يقول لك حالات الوفيات، الحمد لله عندنا حاله واحده. لا، مو الحمد لله، شخص توفى، هذا يسوى الوزاره طبعاً. بالمقاول طبعاً. بكل الناس طبعاً. هذا اب واخ وزوج وابن. صحيح. لما يروح نتيجه اهمال واستهتار من وزاره او من مقاول يجب ان يحاسب.